سمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم وقلنا أن هذه الآيات لا يمكن ان يكتفى في تفسيرها اللغه وحدها على ضروره ذلك واهميته لان القران الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين. فلا بد من فهم دلاله الالفاظ واساليب التعبير وقواعد اللغه وايضا فهم اسباب النزول الناسخ والمنسوخ الماثور من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجهود المفسرين السابقين ثم نضيف الى كل ذلك البعد العلمي للايه حتى تفهم فهما اكمل من قصر الفهم على دلاله الالفاظ اللغويه وحدها. واذا نجحنا في تحقيق ذلك نستطيع ان نستشف من هذا التحليل وهذا الفهم نستشف سبق القران الكريم بالاشاره الى العديد من حقائق هذا الكون التي لم تكن متوافره لاي من الخلق في زمن الوحي. ولا لقرون طويلة من بعد زمن الوحي ووصلنا في ذلك إلى صورة قاف تبدأ الصورة بالحرف المقطع قاف وقلنا أن هذه الحروف قيل فيها كلام كثير ولكن أبلغ ما قيل فيها أنها شهادة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة لأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان أميا والأمي ينطق بالحروف يعرف أصواتها لكن لا يعرف أسماءها ولكن هذه الحروف المقطعة التي جاءت في مطلع 28 صورة من صور القرآن الكريم نطق المصطفى صلى الله عليه وسلم بأسمائها صحيحة كاملة مما يؤكد على أنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خلق السماوات والأرض قاف والقرآن المجيد يقسم ربنا تبارك وتعالى بهذا الكتاب العزيز ويصفه بالمجيد لأنه كتاب يحتوي على 114 صورة 6236 آية عالجت العديد العديد من القضايا العقيدة العبادة الأخلاق المعاملات الإشارات العلمية الأحداث التاريخية الخطاب إلى النفس الإنسانية العديد من القضايا دون خطأ واحد دون خطأ واحد في اللغة أو الأسلوب او المحتوى العلمي لذلك فهو كتاب مجيد اقسم به ربنا تبارك وتعالى وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده ولكن اذا جاءت الايه في صيغه القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا الى اهميه الامر المقسم به واهميه وأهم جواب القسم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب والمنذر هو خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وأعجب ما تعجبوا عنه البعث إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وتجيب الآيات قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقلنا مرات عديدة أنه من الثابت علميا اليوم أن جسد البشر والحيوانات يبلى إلى تراب الأرض لأن الله تعالى خلقه ابتداء من تراب الأرض يبلى فيعود إلى تراب الأرض ويعود بعملية معاكسة تماما لعملية الخلق يعني الخلق الأول بدأ من التراب أضيف إليه الماء فأصبح طينا ثم استل من هذا الطين سلالة معينة فأصبحت سلالة من طين وأسن هذا الطين وتعفن وتغير فأصبح طينا آسن ثم تصلب قليلا فأصبح آه كالحمأ المسنون وتصلب أكثر فأصبح صلصالا كالفخار عندما يموت الفرد منا اليوم يعود بهذه المراحل بطريقة عكسية يبدأ بصلصال كالفخار ثم آه حمأ مسنون ثم طين لازم ثم يتحول إلى تراب الأرض فيتخيل الناس ان هذا التحول يعني يعجز عملية البعث كيف يبعث الانسان من جديد ولكننا علمنا الان على ان الله تعالى جعل بذرة للانسان وللحيوان كما ان للنبات بذرة وهذه البذرة سماها المصطفى صلى الله عليه وسلم عجب الذنب وقال هي عظمة في حجم محبة الخردل في نهاية العصر وقال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة وقال يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل وجاء العلم في منتصف القرن العشرين ليؤكد لنا على أن كل جنين حيواني أو بشري يظهر على سطحه في اليوم الخامس عشر من آه تاريخ تكونه يظهر خيط رفيع للغاية لا يكاد يرى بالعين المجردة سمونه باسم الشريط الأولي أو المنظم الأول تمر طبقات تمر خلايا الطبقة الخارجية لهذا الجنين بذلك الخيط الذي لا يكاد يرى فتتخصص فأثبت أن كل أعضاء الجسم تخلق من هذا الخيط الذي لا يعرف كنهه إلى اليوم وبعد أن تتم عملية الخلق كاملة ينسحب هذا الخيط إلى نهاية العمود الفقري على هيئة عظمة دقيقة للغاية في نهاية العصفور كما وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم حاول العلماء فهم كنه هذا الخط لم يدركوا ذلك أبدا قطعوا هذا الخط وزرعوه في جنين آخر فنما على محور مستقل غلوه لعده ساعات وزرعوه نما حاولوا سحقه وزرعوه نما حاولوا حرقه الى حد التفحم وزرعوه نما فاثبتوا حقيقتين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه العظمه التي تنتهي الى نهايه العصعص هي بذره الانسان يخلق منها ثم تتجمع في نهايه عموده الفقري ثم اذا مات وبلي جسده وتحلل وعاد إلى تراب الأرض بقيت هذه البذرة قال ما بين النفختين أربعون ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل والغريب أن هذه الحقيقة أثبتها عالم ألماني اسمه هانز فيمن في سنة 1935 ميلادي ومنح عليها جائزة نوبل في العلوم لأنه كان رئيسا لقسم علم الحيوان في جامعة جامعة هومبولت في برلين وأنا زرت هذه الجامعة ورأيت كيف تكرمه الجامعة أثبت ذلك دون أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة وقال ما بين النفختين أربعون ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل ولذلك يشبه ربنا تبارك وتعالى باستمرار في خلال القرآن الكريم في ايات عديده شبه عمليه خلق الانسان بعمليه الانبات وشبه عمليه بعث الانسان بعمليه الانبات وبعد ذكر كل عمليه انبات النبات يقول وكذلك تخرجون ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاره اخرى وهنا يتوقف الانسان عند ومضه قرانيه مبهره اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ثم يرد ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ يعني كل لحم الانسان والحيوان وجلده وعظمه وبقيه جسده لا تساوي شيئا السر الحقيقي في الانسان هي هذه العظمه الدقيقه التي يخلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته منها ثم يحفظها من, من العدم حتى تبقى الى يوم البعث فينزل ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما ينبت البقل وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته